من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. مدد يا ربي مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تقطع عنا رفدك، ولا تكشف عن ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تشغلنا عنك بشاغل، ولا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام العلامة السيد إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه. وكنا نتكلم في كيفية تحصيل التقوى، وقلنا كيفية تحصيل التقوى أن يقيم الأعضاء الخمسة الظاهرة في المراقبة والطاعة لله تعالى. وشرعنا في العضو الأول وهو العين، فصل العين. قال: ثم عليك وفقك الله تعالى وإيانا بحفظ العين، فإنها سبب كل فتنة وآفة. وأذكر في أمرها ثلاثة أصول كافية، أحدها ما قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وبالجملة فالنظر، قال الإمام الشارح: وبالجملة فالنظر بريد الزنا كما قاله بعضهم، أي النظر بشهوة، كما قلنا هنأخذ مذهب الإمام مالك أن النظر من غير شهوة لا يضر وليس بحرام، طالما أنه لم يتعدى أو يصل إلى ما حظت إلى حد الشهوة، وهو التأمل في المحاسن وإدراك أن هذا جنس مخالف يتطلع إليه، مخالف جنس رجل امرأة، جنس رجال جنس النساء. فينبغي للعبد حفظ عينه، فإنها أي العين سبب كل فتنة وآفة. وأذكر في أمرها ثلاثة أمور كافية لمن تأملها حق التأمل. أحدها ما قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والغض إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية، وهذا ليس مرادا، بل المراد خفض البصر، وليس مراد إطباق الجفن. يعني كل ما الاقي امرأة لازم اعمل كده، هدخل في الحيطة على طول، خلاص. لا، يغضوا من أبصارهم. والغض إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية من أبصارهم، أي عما لا يحل النظر إليه. قيل معناه يغض أبصارهم، فمن زائدة
وقيل من للتبعيد لأنه لا يجب الغض عما يحل إليه النظر. طيب قيل معناه يغض أبصارهم فمن زائدة، يعني يبقى غض تمام يفضل ماشي في الأرض. لكن هذا مسلك السادة النقشبندية لمن التزم منهم طريق النقشبندية أنه لا ينظر إلى شيء من المخلوقات، يفضل نظر للأرض فقط ولا يرفع نظره عن الأرض إلا إلى السماء تفكرا وتعبدا. لكن غض من الأبصار فمن زائدة دي لا نقول ذلك في كلام الله تعالى. وقيل من للتبعيد لأنه لا يجب الغض عما يحل إليه النظر، وإنما أمروا أن يغضوا عما لا يحل النظر إليه كما فسره الخازن. بل قالوا إن أيضا الثياب هو ده محل غض النظر، محل غض النظر إن تكون إن تكون امرأة مثلا وأنا شفت ثيابها العامة دون أن يعني أتأمل وأتفحص، فهذا يبقى أنا غضيت بصري كده ماشي. ويحفظوا فروجهم أي عما لا يحل. قال أبو العالية كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا في هذا الموضع. الله الله. فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه. فإن قلت كيف أدخل من على غض البصر دون حفظ الفرج، قلت فيه دلالة على أن أمر النظر أوسع. ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وثديهن وأعضادهن وأقدامهن، وكذلك الجوار المستعرضات في البيع، والأجنبية يجوز النظر إلى وجهها وكفيها للحاجة إلى ذلك. وأما أمر الفروج فمضيق، وكفاك أن أبيح النظر إلا ما استثني منه، وحذر الجماع إلا ما استثني منه. فإن قلت كيف قدم غض البصر على حفظ الفرج، قلت لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوة فيه أشد، ولا يكاد أحد يقدر على الاحتراس منه. ويحفظوا فروجهم أي عما لا يحل. قال أبو العالية وهو أحد أئمة التفسير كل ما في من التابعين كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا. خذ القواعد بتاعت أهل التفسير، كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا، ليس عن إيه حفظ الفرج، عن مثلا إيه القبلة، لا ده عن الزنا. إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه، أي أراد من المرأة أن تستتر حتى لا يقع بصر الغير من الرجال عليه. فإن قلت كيف أدخل من على غض البصر، يغض من أبصارهم دون الفرج لفروجهم حافظون، مش من بعض فروجهم حافظون، لا لفروجهم كلها، ما فيهاش تبعيض خلاص. بينما في الغض البصر قال من، أي فيها تبعيض من التبعيضية. فإن قلت كيف أدخل من على غض البصر دون حفظ الفرج، قلت فيه دلالة على أن أمر النظر أوسع. ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وثديهن وأعضادهن، جمع عضد اللي هو الكتف يعني، وأقدامهن، وكذلك الجوار المستعرضات في البيع في سوق النخاسين، والأجنبية يجوز النظر إلى وجهها وكفيها للحاجة إلى ذلك. وأما أمر الفروج فمضيق، وكفاك أن أبيح النظر إلى ما استثني، وكفاك أن أبيح النظر إلى ما إلا ما استثني منه، إن الأصل أبيح النظر إلا ما استثني منه، وحذر الجماع إلا ما استثني منه، ها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن إيه حذر الجماع إلا ما استثني منه. فإن قلت كيف قدم غض البصر على حفظ الفرج، قلت لأن النظر بريد الزنا، وده مشهور جدا بين العلماء ومعروف كطبع بشري في هذا الأمر، ورائد الفجور والبلوة فيه أشد، ولا يكاد أحد يقدر على الاحتراس منه لأنه صعب. ذلك أن غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم،
أي أنفع لهم وأطهر لما فيه من البعد عن الريبة كما في البيضاوي، أي أنفع لهم وأطهر لما فيه من البعد من عن الريبة كما في البيضاوي. إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها، فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه إجالة البصر، أي تحريك البصر، تدوير البصر، أجال بصره أي نظر إلى الشيء وحرك بصره فيه، واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم، أي لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر جوارحهم وتحريك واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها، فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. سبحانه وتعالى. واعلم أني تأملت، قال الإمام الغزالي، واعلم أني تأملت هذه الآية فإذا فيها مع قصرها ثلاثة معان عزيزة: تأديب وتنبيه وتهديد. فأما التأديب فقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا بد للعبد من امتثال أمر السيد والتأديب والتأدب بآدابه، وإلا فيكون سيء الأدب فيحجب فلا يؤذن له في حضور المجلس والمثول بالحضرة. فافهم هذه النكتة وتأمل ما تحتها، فإن فيها ما فيها. ماشي. طيب. وأما التنبيه فقوله تعالى: ذلك أزكى لهم، ويطلق على معنيين والله أعلم. الأول: ذلك أطهر لقلوبهم، والزكاة الطهارة، والتزكية التطهير. والثاني: ذلك أنمى لخيرهم وأكثر، والزكاة في الأصل النمو. فتنبه على أن في غض البصر تطهير القلب وتكثير الطاعة والخير، وذلك أنك إن لم تغض بصرك وأرخيت عنانه تنظر إلى ما لا يعنيك، فلا يخلو من أن تقع عينك على حرام، فإن تعمدت فذنب كبير، وربما تعلق قلبك بذلك فتهلك إن لم يرحم الله تعالى. فلقد روي أن العبد لينظر النظرة ينغل فيها قلبه كما ينغل الأديم في الدباغ، فلا ينتفع به أبدا وإن كان مباحا. فربما يشتغل قلبك به فجاءك الوسواس والخواطر بسببه، ولعلك لا تصل إليه، فتبقى مشغول القلب منقطعا عن الخير. وإن كنت لم ترى ذلك كنت مستريحا عن ذلك كله. وفي هذا المعنى ذكر عن عيسى صلوات الله عليه: إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. وقال ذو النون: يا رب ماشي. قال: واعلم أني تأملت وتدبرت هذه الآية فإذا فيها، أي الآية مع قصرها، ثلاثة معان عزيزة. درب لسانك على ألا تقول صغيرة، قل قصيرة، آية قصيرة، ولا تكن تقول صغيرة. فليس في كلام الله صغير، بل ممكن يكون قصير، وده من كمال البلاغة، لكن ليس فيه صغير. واعلم أني تأملت وتدبرت هذه الآية فإذا فيها، أي الآية مع قصرها، ثلاثة معان عزيزة، أي غالية: أحدها تأديب، وثانيها تنبيه، وثالثها تهديد، أي تخويف. فأما التأديب فقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا أمر، ولا بد للعبد من امتثال أمر السيد ومن التأدب بآدابه، أي السيد، أي بآداب السيد التي أدب بها عبده، والتخلق بأخلاقه، وإلا
أي إن لم يمتثل أمر السيد ولم يتأدب بآدابه فيكون سيء الأدب، فيحجب بالبناء للمفعول أي يحجب المسيء عن حضرة ربه. واضح؟ هذه من الأساليب برضو، ها، الحجاب عن الحضرة أو الوجود أو دخول الحضرة. فلا يؤذن له أي المسيء الأدب في حضور المجلس وفي المثول أي القيام بالحضرة أي حضرة سيده. فافهم هذه النكتة النادرة وتأمل ما تحتها، فإن فيها أي هذه النكتة فإن فيها أي هذه النكتة، النكتة الشيء البسيط، ها، أو الدقيق. فإن فيها أي هذه النكتة ما فيها أي في ما في النكتة، وهذا إشارة إلى سريان الأثر من الأعضاء الظاهرة إلى الباطن والقلب، كما يكون سريان الأثر من الباطن والقلب إلى الأعضاء الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة الخجل في الوجه، كذا في سراج السالكين. تأمل. قال: فإن في هذه النكتة النادرة وتأمل ما تحتها، فإن فيها أي هذه النكتة ما فيها أي في النكتة، وهذا إشارة إلى سريان الأثر من الأعضاء الظاهرة اللي هي العين الباصرة، خلاص، إلى الباطن أي العين البصيرة، ماشي، إلى الباطن والقلب، كما يكون سريان الأثر من الباطن والقلب إلى الأعضاء الظاهرة كذلك، خلاص. إن الأثر ده بيظهر على الأعضاء الظاهرة إزاي؟ كصفرة الوجل، لما واحد يخاف من حاجة تلاقي صفر، ها، الوجل الخوف، فإذا الإنسان خاف من شيء تلاقي وجهه بقى أصفر، هذه صفرة الوجل. وحمرة الخجل، إنه ياخد جال من الشيء الإيه، يحمر وجهه من الشيء اللي فيه خجل، وحمرة الخجل في الوجه. وهذه قاعدة قعدها الإمام الغزالي، شرحناها زمان، أن أنوار الباطن تنعكس على الظاهر بظهور الطاعات وزيادتها وكثرتها، فإذا حدث ذلك في الظاهر انعكست تلك الأنوار من الظاهر إلى الباطن بأنوار زائدة على القلب أيوة الباطن مرة أخرى، فهي دائرة، سواء دائرة في الخير أو في الشر. فلو واحد ابتدى فتح على باب شر، فتح يعني باب شر على نفسه، تلاقي هينعكس على ظاهره، ومن الظاهر ينعكس مرة أخرى على الباطن بوجود شر آخر، فيتسلسل الشر بعضه وينعكس ويزداد سوداد القلب، تعرض الإيه المعاصي على القلب عودا عودا، ها. فإن تاب موسح، طب وإن لم يتوب، نكت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تؤثر فيه المعصية، ها، أو أسودا مربادا مجخيا كالكوز مجخيا، ها، كله بقى أسود فلا تؤثر فيه الطاعة، ماشي. المهم إن إيه، فالدائرة مستمرة وهكذا بين الظاهر والباطن. تأمل. إذن برضو أن آثار الطاعات الظاهرة تنعكس على القلب فيزداد إيمان، ماشي. تأمل. وأما التنبيه فقوله تعالى: ذلك أزكى لهم، ويطلق هذا على معنيين والله أعلم. نعم. هو في التوبة لها شروط ظاهرة وشروط باطنة. شروط الظاهرة أن تلفظ بلسانك، والشروط الباطنة أن أولا أن تقلع عن الذنب فلا تكون واقعا فيه وأنت بتستغفر، يكون أنت في وقت استغفارك ده، ها، وتوبتك تكون ليست مذنبا، ليست مقيما في الذنب. ده أول حاجة، التوبة عن الذنب أولا، اللي هي ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب فلا تكون قائما فيه، ها، والندم اللي هو الحصر، تحصر القلب على فعل المعصية في حق الله تعالى، والعزم القلبي، انقطاع القلب على عدم العود إلى هذا الذنب. كده يبقى استوفت شروطك،
فإن كان فيها حق لآدمي يستوفي. لو ندم فقط أني لو ندم فقط كفاية ولا في حديث التوبة ندم، التوبة ندم ده حديث، الندم فقط فقط كافي. التعظيم شأن الله في قلبك وأنك بتهابه كافي، ما هو هتمتنع ماشي. ولو يظن أنه سيقع من الثاني يستوفي الآن فيمسح ما مضى، يمسح ما مضى وبعدين يترك الأمر لله تعالى ويقول رب أعني على صدق التوبة خلاص. ويطلق وهذا على معنيين، اللي هو ذلك أزكى لهم اللي هي إيه التنبيه، على معنيين والله أعلم. الأول ذلك أطهر لقلوبهم من دنس الإثم، كذا فسره ابن عباس. والزكاة الطهارة والتزكية التطهير، ومن ذلك قوله تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الذنوب. والثاني أي معنى ذلك أزكى لهم، ذلك أنما أي أزيد لخيرهم وأكثر. والزكاة في الأصل أي في اللغة، أصل اللغة النمو أي الزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما من باب قعد كما في المصباح، ومن باب سما كما في المختار. وتطلق أيضا على البركة، يقال زكت النفقة إذا بورك فيها، وعلى كثرة الخير، الله الله، يقال فلان زاك أي كثير الخير. وعلى التطهير، قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس كما سبق. وعلى المدح، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها، ودي معنى التزكية، معنى الزكاة حلو جميل كثير حلو. يبقى ايه والثاني ده، يبقى اول حاجة التزكية بمعنى التطهير، ومن ذلك قوله تعالى قد افلح من زكاها اي طهرها من الذنوب. والثاني ذلك انما اي ازيد لخيرهم واكثر. والزكاة في الاصل اي في اللغة النمو اي الزيادة، يقال زكى الزرع اذا نما من قعد من باب قعد كما في المصباح، ومن باب سماء كما في المختار. زكى يزكو ماشي، والاثنين صح. وتطلق أيضا على البركة، يقال زكت النفقة إذا بورك فيها. وعلى كثرة الخير، يقال فلان زاك أي كثير الخير. وعلى التطهير، قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس كما سبق. وعلى المدح، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي فلا تمدحوها. الله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.